السلام عليكم متابعي إيران بالعربية الكرام. وسط مدينة آمل شمال إيران تقع بقعة مباركة تعود لأحد أحفاد الإمام موسى الكاظم، هو الإمام زاد إبراهيم عليهما السلام. يتميز مزار الإمام زاد إبراهيم عليه السلام بفنه المعماري الفريد والذي يعود للعام 925 هجري، حيث تم بناؤه على طراز برج رباعي الزوايا وقبة هرمية بيضاء، وجدرانه مصنوعة من الطوب، ويمكن لداخل أن يمر عبر صحن كبير مرصع باثنا عشر عمودا خشبيا ليصل إلى المرقد الشريف الذي يتوسط المرايا المتنالئة. إلى جانب هذا المزار الشريف استراحت أجساد 470 شهيدا من شهداء الثورة الإسلامية في مقبرة الشهداء، بالإضافة لأجساد عدد من العلماء أشهرهم آية الله تبرسي رحمه الله. وهذا ما جعل مزار الإمام زاد إبراهيم يكتظ بالزوار طيلة أيام السنة.